تخيلوا عالماً حيث تدور النفايات فيه ليس حول شوارعنا بل حول كوكبنا بأكمله، لكن كيف سنتخلص من ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة عن تقنية ثورية لذراع روبوتية ستطهر لنا مدار الأرض من نفايات الحطام الفضائي. في مبادرة هي الأولى من نوعها، قدمت شركة أستروسكيل البريطانية الرائدة في مجال إزالة الحطام الفضائي تقنية تعرف باسم ADR، حيث يعمل على الإمساك بالحطام ثم ينقله إلى مدار أدنى حيث يتلاشى بفعل الاحتراق في الغلاف الجوي، مما يسهم في جعل الفضاء أكثر نظافة وأمانا. بقايا الصواريخ، الأقمار الصناعية المهملة ومخلفات الرحلات الفضائية تشكل ما مقداره 40,000 جسم وتزن مجتمعة أكثر من 10,000 طن، وهي تشكل خطر تأثير سيناريو كاسلر بسلسلة من التصادمات الخطيرة التي لا يمكن السيطرة عليها. ونجاح مهمة هذه التقنية ليس سهلا، فهي تحتاج إلى ما يمكن وصفه برقصة فضائية معقدة للإمساك بالحطام ذو السرعات المتفاوتة والدورانات المختلفة. ففي عالم يزداد اعتماده على الفضاء، هل يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحافظ على سلامة مدارنا وتمنحنا فرصة لمستقبل أكثر أماناً واستدامة في الفضاء؟